آلاف من الجنود والشرطة الأفغان في طريقهم إلى الجبهة. هذه القوات تتوجه لمساندة الجيش الأفغاني ووقف زحف طالبان على أقليم قندز. العملية مستمرة، وأؤكد لكم بأن قندز والقرى المحيطة بها لن تسقط بأيدي طالبان. العدو يحتمي خلف المباني السكنية، ونحن نتجنب الخسائر في صفوف المدنيين. تحتدم المعارك منذ يوم الجمعة بعد أن بدأت حركة طالبان حملة الربيع بتركيز هجماتها على القوات الحكومية، خاصة في الشمال. من جهتهم يشعر سكان البلاد أن حكومة كابول قد تخلت عنهم. نناشد الرئيس بأن يتعامل بجدية مع الوضع في قندز، وإذا لم يتخذ إجراءاته فسيحتل المتطرفون إقليم قندز. تدهورت الأوضاع في قندز منذ انسحاب الجيش الألماني عام 2013، واليوم أصبحت قدرات الجيش الأفغاني على المحك لحفظ الأمن في هذه المنطقة.